مرحبا برج الأسد، أهلا فيك في قراءتك العاطفية شهر يونيو. القراءة راح أسويها اليوم بأسلوب المرايا، أنت على هاي الجانب، الحبيبة والشريك على الجانب الآخر، وممكن تعكس إذا حسيت أن الجانب الآخر ينطبق معك أكثر. وأيضا القراءة راح تكون تصلح حق الطالع والشمسي وأيضا القمري. أول شيء نشوف جانبك أنت يا برج الأسد، شنو الطاقة العامة لك والطاقات الفرعية وجانب الشريك. الطاقة العامة والطاقات الفرعية. برج الأسد، الطاقة العامة للفترة القادمة مع الشريك أو في الحياة العاطفية بشكل عام، ملك الأكواب. مقابل عند الشريك، اوكي، كرت القمر وهو كرت برج الحوت ويعني الغموض. كأنما تشوف شريكك في الفترة القادمة راح يكون يحتاج مساعدتك او اضعف منك، يحتاج ان انت اللي تطول بالك عليه، انت اللي تتفهم موقفه. قاعدة اشوف ان هني برج الاسد صاير عنده الحكم النهائي بخصوص موضوع ثاني، وهذه الطاقة قاعدة تتكرر تقريبا في أغلب القراءات، طاقة الحكم النهائي أو القرار بخصوص موضوع مهم بينكم وبين الشريك. أغلب الأبراج وأغلب الطاقات صاير عندها الحكم النهائي بخصوص الطرف الآخر، الطرف اللي احتمال في السابق كان هو المستبد، هو اللي يتصرف على راحته وكيفه. وأيضا شريكك يحتاجك في موضوع يخص الأمور القانونية، يحتاج وقفتك معه. عشان كذي أنت اللي طالع هني يا برج الأسد عندك طاقة المياه، ممكن أنك تتعامل مع حوت، سرطان أو عقرب، ولكن طاقة المياه هني معناته أنك ابتديت تتفهم. ولو أنك هذا الشخص كما أنك كنت راح تسحب عليه في السابق أو تنهي وجوده من حياتك، ولكن في آخر لحظة قررت أن تعطيه فرصة أخيرة، ولو 5 دقائق ولو 5 شهور، عشان هني لملم فيها نفسه. شريكك كأنما هني مضيع أو مشتت، صارت أموره خصوصا إذا في أمور قانونية خارج عن يده ويدك أنت، فمحتاج وقفتك معاه. أشوف أن أنت مو شرط أنك راح توقف معاه، ولكن على الأقل ستعطيه مهلة. شوف الكارتات اللي بعدها، 7 الخماسيات يقابلها وعد من الشريك، وعد ان الامور تنتهي، الامور الصعبة المادية، الديون او التأخير، مثلا الدفع، التأخير في اعطائك حق مالي من صوب الشريك هو تأخر. قاعد اشوف ان هني برج الاسد راح يوعدك انه فعلا هالمرة وبشكل جاد ينهي الموضوع. برج الأسد، أنت كأنما هني عندك طاقة المياه وهي عكس طاقة النار، إنزين، طاقة المياه هي طاقة التفاهم والصبر، ولكن أشوفك حتى في صبرك هني عندك استراتيجية، قاعد تقول بينك وبين نفسك أنا لحد الآن أصلاً استثمرت الكثير من الوقت، من الطاقة، من حتى سنين من عمري مع هذا الشخص، فما عندي مشكلة أني أنتظر مثلاً كذا أسبوع أو كذا شهر مهلة أخيرة عشان هو مثلا يخرج من السجن أو يدفع الديون اللي عليه، يدفع الأموال اللي المفروض يعطيني إياها، مثلا يجمع قيمة المهر، يتخرج. في وعد نهائي، وعد يخص ديدلاين أو موعد نهائي بخصوص شيء معين الشريك من زمان كان يوعدك فيه ويماطل أيضا، ولكن نشوفها المرة القادمة في هاي الفترة كأنما شاف جديتك، لأن خلاص صار صنع القرار عندك أنت، فرح يحاول أنه يحرك العجلة أو فعلا ينهي الموضوع ولكن بشكل جاد. عندنا كارت العالم، إنهاء مرحلة معينة، رح يحاول أنه فعلا مثلا يوقع العقد أو ينتقل أو يحقق، يمكن حتى أنتم متزوجين وفي شرط مهم من اتفاقكم أو عقد الزواج لم يحقق الشريك في الفترة السابقة وكان دائما يماطل فيه، ففي الفترة القادمة راح أشوف جديتك، إنزين، مع اقتراب الموعد النهائي أشوف أنه هني ناوي أن يحققه. اللي بعده، 7 الأكواب، ك
فكرت الأمل في سبعة الأكواب. بشوف إن أنت هني يا برج الأسد شوية محتار في التوقيت نفسه. سبعة تكرر عندك مرتين، سبعة هو رقم الانتظار. قاعد تفكر بينك وبين نفسك إن أنا حين أوكي راح أصبر عليه وما راح أتخذ أي قرار مثلا أو تصرف مندفع في الفترة القادمة، ولكن خبروني أي فترة انتظار مسموحة أو مقبولة، إلى حد متى أنتظر. تبي عندك مشكلة في وضع مثلا التوقيت، راح أصبر عليه مثلا فقط 3 شهور أو 7 شهور 7 أسابيع. حاط عندك وقاعد هني كأنما عندك نوع من الحزن على فقدان كل الوقت والتأخير السابق اللي عرضك له الشريك. الشريك هني في طاقة النجمة، هي طاقة برج الدلو، يقول لك أنا واعي للأمور اللي عرضت لك لها يا برج الأسد. أنا واعي إن أخذت من وقتك أكثر مما يجب، ولكن في الفترة القادمة هي عندها طاقة التعويض، راح أعوضك عن كل شيء. أنت هنا قاعد تقول حتى لو راح تعوضني عن كل شيء ما راح تعوضني عن الوقت، عن الجهد، عن السنين اللي ضاعت من عمري وأنا أحاول وأنا عندي أمل، وكان الأمل اللي قبل أمل زائف. فالحين لما تعطيني أمل حقيقي كأنما صاير بالنسبة لك أنت صعب تصديقه، مو قادر تصدق الأمل الحقيقي أو الوعد الحقيقي اللي هاي المرة الشريك يحاول إنه يعطيك إياه، لأن لطالما وعدك وأخلف أو وعدك ولم يوفي معك. آخر كرتين عندنا هني. أوكي، في النهاية راح أشوف إنك راح تصبر أو تنتظر. عندنا كرت التمبرنس أو الاعتدال، وهو كرت برج القوس. هذا الكرت يبين لي إن في النهاية راح تفكر إن راح الكثير وما بقى إلا القليل مع هذا الشخص. تبي فرصة أخيرة، حل نهائي تخلي فيها هذا الشخص يثبت نيته ويثبت نواياه تجاهك. كرت برج العقرب، الموت. شوف عزيزي برج الأسد، الحين اتضحت الرؤية. لو شريكك في السابق كان يماطل، لو كان من النوع اللي دائما يوعد يخلف، أو مثلا يدخل في التزامات مالية وبعدين ما يوفيها وتضطر أنت تدفع الثمن، بما أن ملك الأكواب هي طاقة الأب، دائما الأب هو اللي يعتني بالأشخاص ويضطر أنه يدفع الثمن عن كل العائلة. فبما معناه هني أنت في السابق كان دائما الشريك يضعك في موقف أنت اللي تضطر بعد ما هو يفشل في الوفاء بوعوده، أنت اللي تضطر أن تواجه الآخرين، تواجه المجتمع، تواجه أهله وأهلك، سؤال الناس متى راح تتزوجون، متى راح تدفعون قروضكم، متى راح تسوون الحفل. الأسئلة المتعبة اللي يسألك إياها الناس وضايقونك فيها، أنت اللي كنت يا برج الأسد دائما تتصدى لها، تقع عليك أنت هني عبء المسؤولية. ولكن شريكك في الفترة القادمة أشوفه جدا مستعد أنه يخليك أنت اللي ترتاح وهو اللي يشيل عنك هذه المسؤولية. وحتى لو قلت لي أنه ما يقدر بسبب مثلا أنه هو في السجن أو هو مثلا بعيد عني في دولة أخرى، عنده نية قوية أنه يرجع ويواجه الأمر، أنه يغير فعلا في أطباعه. إذا كان مثلا استغلالي يماطل، أو حتى مثلا أخذ منك الكثير من الأموال على وعد أنه يرجعها لك، أخذ من وقتك الكثير من الفرص على وعد أنه يتغير في السابق وما تغير، في الفترة القادمة أشوف أنه عنده نية جادة. فقط في هني شيء معين يحارس أنه يخلص منه، إما سفر، إما انتهاء عقد، إما حصول على أموال معينة، في شيء نهائي هو قاعد ينتظره هني ويطلب منك حتى أنت الانتظار، الانتظار لأشوفك أنه في النهاية راح توافق عليه، لأن عندك كارت التمبرنس وهو كارت أني أطول بالي عليك عشان يثبت لك. نعم، أنت قاعد تتعامل يا برج الأسد مع شخص احتاج منك الكثير من الفرص والمحاولات عشان على الأقل يثبت نفسه مرة واحدة. في السابق دائما كان يفشل في إثبات نفسه عندك. خلينا نشوف شلون الوضع راح يتطور بينكم. وهني فكرت القمر، ما أدري، قاعدة أحس أن بعضكم احتمال يتعاملون مع شريك حاليا لحد الآن جات في وعده، ولكن لحد هاي الفترة ما يقدر، يده مكبلة.
سواء كان فعلا في السجن ويده فيها أغلال، أو مثلا كان بعيد عنك وما في يده شيء، بانتظار شيء معين، مهلة معينة، عقد شركة يحصل عليه أو ينتهي منه على الأقل، لحد الآن ما يقدر أنه فعلا يتحرك، عشان كذي يطلب منك الصبر والانتظار لحد ما يستطيع أنه يرجع ويواجه، عنده طاقة أن أواجه نتائج وعودي مع برج الأسد. خلنا نشوف شلون راح يتطور الوضع بينكم خلال الأسابيع القادمة. يمكن أيضا وعد بالزواج، وعد بالزواج أو وعد حتى بالطلاق، وعد بشيء معين بينك وبين هذا الشخص لطالما لم يتحقق. هذا كرتك أنت يا برج الأسد، وهذا كرت الشريك أنت. The magician، الساحر، الساحر مع، وهذا أيضا كرت برج الدلو، مع خمسة الأغصان. قاعدة أشوفك هني، الساحر طبعا هو الشخص اللي يقوم بالحيل، ممكن أنك في النهاية يا برج الأسد راح تحاول تاخذ شوي من طاقة برج الدلو أو شوي من طاقة الساحر نفسه. الساحر ممكن يكون الشخص اللي يفعل المستحيل، إنزين، وأيضا الشخص اللي يتلاعب، عنده طاقتين. ولكن يا برج الأسد أشوف هني، قلت لك أنا ليش قلت لك من البداية عندك استراتيجية، أنت قاعد تنتظر، بس هالمرة انتظارك أنت عارف زين أنه ما راح يروح عبثا وما راح تسويه عبثا، عندك هدف معين، عندك هذا يسمونه الكرت، ان في النهاية افعل المستحيل او اللي الناس قالت لي مستحيل راح يصير يوم من الايام، مستحيل مثلا شريكك يخرج من السجن او يعود ويخطبك او مثلا يوافقون اهله عليك خلال هاي الفترة. انت عندك كارت يقول ان المستحيل، وخصوصا المستحيل اللي من الاخرين قالوا لك ما راح يصير، راح يصير وراح تقوم انت فيه وانت المستقبل له. شريكك هو اللي راح يحارب، عنده خمسة الأغصان، هو اللي راح يتحمل الثقل. انت هني ساحر، ولكن مو انت اللي قاعد تقوم بالعمل الصعب ترى، لا، انت مجرد تنتظر، تنتظر لأن حان الوقت لحصاد ثمرة انتظارك وثمرة تعبك. الناس تشوف هني، كأن ما أشوف في الفترة القادمة يا برج الأسد، الناس راح يشوفونك ان انت الشخص اللي حصلت على كل شيء في حياتك بالراحة، لأن راح تأتيك الكثير من الأمور بسرعة وبالراحة. ولكن اللي ما يعرفون أنه هو مبني على ثمار انتظار وخسائر كثيرة وفرص ضائعة. هني في سبعة الأكواب الكثير من الفرص اللي عطيتها للشريك، للحب بشكل عام، مو شرط يكون فقط مع شخص معين، يمكن أنك حاولت في الحب من زمان ولفترة طويلة، محاولة خاسرة في علاقة خاسرة إلى علاقة بعدها وأيضا تفشل، فشل متكرر راح تخرج منه منتصر إن شاء الله. على من يقع عبء الانتصار؟ على شريكك، شريكك هو اللي لازم يقوم بالعمل المضني. وكأنما أشوف أن هني العمل المضني يخص تعامله مع مجموعة من الناس، أوكي، موافقة معينة، موافقة الأهل، هذين الأهل أو الأشخاص اللي قاعد هني يتضارب معاهم، وهم نفسهم المسؤولين عن تأخير الارتباط بينكم أو تأخير حصولك على ما تتمنى. ولكن في النهاية يا عزيزي برج الأسد، الأمور إن شاء الله في الفترة القادمة ستأتيك وتتحول من أجلك، بما أن عندنا كرت الموت، راح تتحول من أجلك إلى الأفضل. يعني مثلا بعد فترة أحس أن برج الأسد ينظرون إلى المجتمع ويقولون شوفوا فلان أو شوفوا فلانة حصلت كل شيء إحنا نحلم فيه كناس، ولكن بالراحة، ما يشوفون العمل اللي خلف الكواليس. هذا هو كرت القمر، اللي خلف الكواليس، اللي تطلب منك الصبر والاجتهاد والفشل ومحاولة مرة أخرى. وأيضا ما شافوا وش كثر أنت صبرت على هذا الشريك وفي الحب بشكل عام، ولكن ثمارك أنت تستحقها وتمتع فيها لوحدك عزيزي برج الأسد في الفترة القادمة. هذه كانت قراءتي.